المستحمي اللي هن جزء من محيط فرنجيه. وامريكا بعثت لها رساله اليوم دوروثي شيا انه برئيس غير فاسد لا ينتمي للطبقه السياسيه. والعرب وان لم يعلنوا موقفهم، العرب بمجرد ما حلفائهم بالداخل ثابتين على موقف رفض فرنجيه بالتحالف مع جبران باسيل والتغييريين والاخرين، فهم يبعثون رساله واضحه انه هن مش جزء من هيدي المحاولة، ولو كانوا جزء منها كانت نجحت. بالتالي ما بقى حدا يسأل وين العرب، العرب واضح موقفهم. إذا كان من فائدة لما جاء يقوم به لودريون فهو أنه يساعد الأطراف ويساعد فرنسا نفسها، أنه عم بجمع داتا. هلأ بيروح بيسأل فلان وفلان أنه شو رأيكم وكذا، عم بجمعوا داتا هني بيعرفوها أصلاً، عم بيعيدوا تجميع داتا متوافرة لديهم مثل ما تفضلت حضرتك، لا يخلصوا انه ما فينا نكفي بترشيح فرنجيه. هلا مثل ما عم تقول قد يتقدم ترشيح قائد الجيش وقد يتقدم غيره. جبران باسيل عمل خطوه استبائيه بمقابلته من يومين التلفزيونيه وقال انه بدي افتح ملفات وبدي اعمل وبدي اساوي. ربما نكون قد دخلنا في معركه قائد الجيش حاليا، اذا لم يكن بشكل واضح وعلني الى هذه الدرجه، فان جبران باسيل هجومه على قائد الجيش يعني ان حظوظ قائد الجيش بعد انتهاء ترشيح فرنجية وأزعور ستكون هي الأعلى. وسنبدأ الآن في مرحلة مين بده يسوق لقائد الجيش بالداخل وبالخارج، ومن يريد أن يبدأ في الهجوم عليه والكاركتر أساسينيشن لهذا الترشيح وللشخص بالإعلام وبالملفات وغيره. أنا قلت تأثيري بعده أنه قائد الجيش هو الرئيس غير المعلن للجمهورية بالمعطيات الحالية، لأن حزب الله إذا خيرته بين جهاد أزعور وما يمثله جهاد أزعور وبين حدا بيعرفه وتعاطى معه 5-6 سنين ويعرف شخصيته ويعرف قراراته ويعرف كيف يتصرف في أوقات الأزمات مثل قائد الجيش، أظن أنه الحزب رح يختار قائد الجيش وليس جهاد أزعور. نعم، إذا يعني ستكون يا إما سيكون لبعض الصيف هناك رئيس للجمهورية، ويبدو أنه الوضع يعني صار يمكن واضح المشهد بأنه الموضوع خرج من يد اللبنانيين، يعني صار بحاجة مثل ما قال الرئيس نبيه بري بأنه هذا الموضوع هو بحاجة صار إلى التوافق الإقليمي والقرار الخارجي، يعني واضح أنه هذا استحقاق لم يعد استحقاق ملبنان. هو بالبداية من الأول يعني اللبنانيين على طول يحتاجون إلى وصي خارجي للأسف. لحد هلأ الأوصياء الخارجيين لم يشتبكوا وما بدهم يروحوا على اشتباك، جربوا اللبنانيين يجرون عليه بالداخل. واضح أنه الخارج يسير ببطء، إن كان بالاتفاق الصيني الذي يسير ببطء في اليمن وسوريا ولم يصل إلى لبنان، وإن كان بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية اللي بدأت كمان يعاد إحيائها حول الملف النووي وبقية ملفات المنطقة. الخارج مش فاضيلنا، نحن في ذيل الأولويات، في ذيل كل القوائم الخارجية. كان في فرصة لإحداث انفراجة محلية بالحوار حول أسماء جديدة. يبدو أن الثنائي الشيعي هو ومرجعيته الخارجية ليس جاهزاً للتسوية الآن، وبالتالي التسوية لا تزال بعيدة إلى آخر الصيف، إلى العام المقبل، إلى أعوام مقبلة، ما بنعرف. إلى الآن الثنائي الشيعي لم يصدر له الضوء الأخضر بالذهاب إلى الحوار، والدليل ما يوزعونه حالياً في الإعلام اللبناني من أنه لن نتخلى عن ترشيح فرنجية. نعم، إذا كمان رح نشوف، رح تضلك معنا أستاذ محمد شوي لأنه كمان في عنا مشهد رح نشوفه من كركي يبدو بأنه في تجهيز لمغادرة جان إيف لودريان صرح البطريركي بعد لقائه البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، وبالتالي قد يكون هناك تصريح، ولكن إلى حين جهوزه في حال سيصرح سنكون أكيد بنقل مباشر. إذا يعني واضح بأنه هذا المشهد ضبابي، وواضح بأنه أجواءك سلبية عن لقاء أو عن جولة جان إيف لودريان وهذه الجولة. برأيك لقاؤه بقائد الجيش أيضا يقال بأنه سيلتقي أيضا بزياد بارود، هل يمكن أن يحدث أي خرق أو أنهم يحاولوا أنهم يقتنعوا بمرشح ثالث غير سليمان فرنجية من هالمرشحين اللي ممكن أن يشوفهم؟
يعني بدنا نسأل الثنائي الشيعي وبدنا نسأل الأطراف الأخرى إذا في استعداد للمناقشة حول أسماء جديدة، وإذا في أسماء جديدة يعني بدنا نشوف إذا بيقبلوا يكون زياد بارود أو قائد الجيش أو غيره. بس أنا تقديري هلأ الأمور مقفلة في الداخل والخارج. نعم أستاذ محمد، حضرتك أنت ومعنا في بس معنا اتصال رد، رئيس هيئة أبناء العرقوب الدكتور محمد حمدان. صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا فيك. في عندك رد على أستاذ محمد بركات ضيفنا؟ صباح الخير لك ولضيفك. بس قبل دكتور، بس حتى اعطيك حقك بالرد، بس لانه عم نشوف هلا النقل المباشر لمغادره المفد الفرنسي جان ايف لودريان الصرح البطرياركي بعد لقائه البطريرك مار بشاره بطرس الراعي، بانتظار ما اذا سيكون هناك تصريح ام لا من الصرح البطرياركي. اذا هناك تصريح نستمع اليه. Mesdames et messieurs, juste quelques mots. Je suis venu rencontrer sa béatitude le patriarche Rai. Nous avons eu un long entretien. Nous avons fait le point de la situation au Liban. Nous avons partagé nos inquiétudes sur à la fois la situation de blocage politique, mais aussi sur les conséquences de la crise économique et de la crise sociale qui touche tous les Libanais. Et je lui ai expliqué aussi le sens de ma mission. Vous connaissez mon histoire avec le Liban. Je suis venu de nombreuses fois. Et c'est bien par cette connaissance-là et pour cette raison-là et pour l'affection que je porte à ce pays que le président de la République a souhaité que je fasse une mission de concertation, une mission d'écoute, une mission d'attention pour faire en sorte que ce pays sorte de l'impasse politique. Le président de la République est très attaché au Liban. Il l'a montré à plusieurs reprises. Il est très déterminé à mobiliser tous les efforts nécessaires pour que ce pays sorte de la crise. Il a une affection toute particulière pour ce pays. Et c'est pour cette raison qu'il m'a choisi pour que je puisse mener avec tous les acteurs les consultations nécessaires pour sortir immédiatement du blocage politique et envisager ensuite un agenda de réforme pour que le pays retrouve une vitalité et un espoir. C'est dans cet esprit que je suis là. Je ne viens porteur d'aucune option. Je veux écouter tout le monde. C'est ma première visite. Elle sera suivie d'autres visites pour accompagner les Libanais dans une volonté de sortir de l'impasse qui nuit non seulement à la population libanaise, mais aussi à l'image du pays dans son ensemble. Cette volonté est une volonté de grande détermination de la part du président Macron et j'espère que les uns et les autres pourront être au rendez-vous parce que la solution, elle vient d'abord des Libanais. Et la France sera toujours présente pour les soutenir. Merci. Merci, excellent. Merci. Merci. إذن نانسي، شادي هل تسمعوني؟ ريف. شادي. نعم بعدك. شادي. نعم. نعم ريف. تفضل أنت نعم. على الهواء. نعم شادي. نعم كنا قد استمعنا إلى التصريح الأول، ربما يكون التصريح الوحيد الذي أدلى به المفد الفرنسي جان إيف لودريان بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. بطبيعة الحال سوف أحاول أن أختصر، هو قال في بداية هذه الكلمة بأنه سيقول فقط بعض الكلمات بأنه أتى